أكدت الشرطة أن ضابطاً كبيراً بالجيش الباكستاني أصيب اليوم في إطلاق نار قام به مسلحون مجهولون في العاصمة إسلام آباد. وقالت الشرطة إن مسلحين يستقلون دراجة بخارية فتحوا النار على ضابط برتبة بريجادير وهو بداخل سيارة جيب عسكرية في أحد القطاعات السكنية الراقية في إسلام آباد، ما أدى إلى إصابته وسائقه. ويعد هذا الحادث والثالث من نوعه في باكستان خلال 3 أسابيع، ويأتي في وقت يشن فيه الجيش الباكستاني عملية عسكرية واسعة النطاق ضد متشددي حركة طالبان باكستان في منطقة وزيرستان.